يسعد صباحكم زملائي ويسعد صباح مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا عبر برنامج فلسطين هذا الصباح، وتحديدا من العاصمة الأردنية عمان في أول أيام انطلاق مهرجان الإعلام العربي في دورته الرابعة وتحت عنوان القدس. هذه الدورة الاستثنائية رغم الوضع الوبائي لأنها أقيمت وتحت هذا المسمى. كما يعلم الجميع هذا المهرجان هو محطة استراتيجية مهمة تضم عدد من الدول ومشاركات عربية مختلفة ومتنوعة. مشاهدينا سيكون لنا لقاءات ضمن هذه الفقرة، ابقوا معنا. بسم الله نبدأ، وعند ذكر القدس والأقصى نخشع، وعلى دروب الخير والإعلام والفن نلتقي اليوم في مهرجان الأردن للإعلام العربي بدورته الرابعة دورة القدس. يشرفني أن أرحب بكم باسم اللجنة العليا لمهرجان الأردن للإعلام العربي في دورته الرابعة التي سميت دورة القدس، ليس لأن القدس باقية في الوجدان العربي والإسلامي والقوى المحبة للأمن والسلام، بل لأن القدس عنوان أمة وحرية ومجد ونهوض للأجيال القادمة ومستقبلهم، ولأنها أقدس البقاع ومهد الديانات وأرض الإسراء والرباط والحشر والحساب. والقدس أعمق دلالة من كل ما قيل، أعمق دلالة من كل ما قيل ويقال وسيقال، لأن تحريرها من نير الاحتلال الصهيوني سيكون النبراس والضوء الساطع لأمة تحاكي تاريخها وعراقتها أكثر من حاضرها المظلم. فالقدس عنوان لمن يريد النهوض والصحو من غفوته. اسمحوا لي في البداية أن أقدم شكري الجزيل والكبير للأردن بقيادة جلالة الملك، الحكومة، قائمين على المهرجان، على هذه الفرصة ليكون هذا المهرجان عنوانه مدينة القدس. وهذا بيؤكد حقيقة بأن القدس ما زالت وستبقى في وجدان الأردن وفي وجدان العرب وفي وجدان المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع، برغم من الرمزية الخاصة التي يعقد فيها هذا المهرجان وهي المئوية للدولة الأردنية، إلى أن القائمين على هذا المهرجان والدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك والحكومة أصرت على أن تكون هذه الدورة دورة القدس. والشعب الفلسطيني اللي حقيقة فخور بهذا التبني لهذه الدورة بأن تكون دورة القدس هو من سيحتفل في شوارع القدس وفي أزقتها بمئوية الأردن إن شاء الله. من استطاع أن يفشل صفقة القرن ومن قال لترامب لا، الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني ورئيس الشعب الفلسطيني الرئيس أبو مازن، وبدعم من أشقائنا في الأردن وكان موقفهم واضح، ومن يستطيع أن يجابه المخرز بالكف وبالإرادة وبالصدور العارية إلا من الإيمان بحتمية النصر، بالتأكيد هذا الشعب رح تكون نصره أكيد إن شاء الله. وأنا في هذا المجال بحضور هذه النخبة من الإعلاميين العرب وصناع الدراما والسينما بحب أحكي لهم عن هذه القصة، موضوع تحرير الأسرى الأبطال لأنفسهم. في ناس كثير لما سمعوا هذا الموضوع قالوا هذا مأخوذ عن فيلم هوليوودي أو هذا فيلم أجنبي. أنا بقول لهم فليأتي صناع السينما إلى الشعب الفلسطيني ليتعلموا كيف يكون الأبطال الحقيقيين. لعل ما يزيد من فخرنا واعتزازنا بهذا المهرجان أن دورته الحالية التي تتزامن مع مئوية الدولة تحمل اسم القدس، الاسم العزيز على قلب كل أردني وعربي،
غيور على قضيتنا الجوهرية القضية الفلسطينية، وعلى عروبة مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. إن اختياركم للقدس عنوان أساسي لهذا المهرجان ينسجم مع جهود الدولة الأردنية التي يقودها سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله لحشد التأييد للقضية الفلسطينية ودرتها القدس الشريف ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة. نعود لنكرم ثلة ممن يستحقون التقدير، ككل الفلسطينيين المعتصمين بحبل صمودهم على الأرض تسلح بالكلمة وانطلق مدافعاً صلباً عن قضيته المقدسة. ومثل كل العرب تراوده دوماً أفكار الحرية والسؤال: هل من مستقبل أفضل؟ بعد ذلك ثقافته التي نهلها مثل كل شباب فلسطين من يوميات الصراع وحصيلة الشهداء والجرحى كل مساء وانتصار الحجر والإرادة قدمته لمسيرة مفعمة بالعمل والعطاء. يخطط بحب ماذا يشاهد الفلسطينيون على شاشتهم الوطنية، ويتابع بوفاء ماذا نكتب عن فلسطين ولها عبر وكالة أنبائها العريقة. المشرف العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ورئيس مجلس إدارة وفاء الأستاذ أحمد عساف. مفيش أبدا غمامة أو حزن أو احتلال بيستمر، كل حاجة ليها وقتها وبتروح، طالما أن الشعب ماسك مع بعضه وطالما هو عنده يقين أن بلده هترجع. طبعا بلا شك القدس قضية اجتماعية لكل المسلمين وجميع العرب، هذا واحد. احنا عملنا عمل عربي مشترك مسلسل، وكان هو طبعا المحور فيها القدس. طبعا القدس احنا فصلناه بطريقه معينه انه كانه لوحه ثمينه وفقدها كل العرب، كل الجيران، فجلسوا بعد ما فقدوها قاموا يجرون وراها حتى يرجعوا هذا القضيه. تأكيدات أتت على لسان كل المشاركين في هذا المهرجان، مهرجان الإعلام العربي في دورته الرابعة تحت عنوان القدس، في دورة استثنائية بأن القدس هي القضية المركزية للعالم العربي. مشاهدينا، إلى هنا نأتي معكم إلى نهاية فقرتنا من العاصمة الأردنية عمان في تغطية أولى أيام مهرجان الإعلام العربي. شكرا كرم المتابعة، وعودة إليكم زملائي في الاستديو.